طيب لحد دلوقتي يعني. حضرتك صاحب جامعات وصاحب مدارس، وفي كلامك معايا من شوية قلت إنه التربية قلت في المدارس أو الأخلاق قلت في المدارس. طيب حضرتك كصاحب منظومة تعليمية بتعمل إيه؟ هل بتهتم بالجزء ده عندك؟ بالتأكيد بالتأكيد، وإلا يبقى ملوش لازمة يعني. يعني إحنا ما إحناش عاملين مؤسسة تعليمية علشان خاطر أكسب أو أتاجر، أنا عندي أنشطة أخرى ممكن أكسب منها وأحقق استثمار كويس، ومش عيب إن أنا أحقق عائد كويس وربح كويس برضو من المؤسسة التعليمية، لكن أقصد مش هو ده الهدف اللي أنا عامل علشانه. أنا أقول لحضرتك إن أنا أنشأت أصلا المؤسسة التعليمية بتاعتي الأولى اللي أنشأتها من 30 سنة أو أكتر كان بسبب عدم رضاي عن المدرسة اللي فيها أولادي، وكل ما اقول لهم هو ده نوع من الاعتراض معترض على مدرسه الاولاد، ودايما اروح للناظر، وكان ناظر ده اسكتلندي الجنسيه وصاحبه المدرسه انجليزيه الجنسيه، فكنت انا دايما اقول له اراء ومقترحات، وكان راجل مسالم جدا، وكان يقول لي برافو حاجه جميله جدا ومش عارف ايه، احنا هنفكر في على ده ونعمل ده، وبعد كده ما بيعملش حاجه يعني. فمره قلت له بقول لك ايه يا مستر توملينسون، قال لي، قلت له انا بضيع وقتك الظاهر وباجي اقول لك مقترحات وما بشوفش يعني نتيجة خالص المقترحات دي. قال لي والله أنا مكسوف منك، بس هي صاحبة المدرسة ما بتوافقش على الاقتراحات لأنها هتعمل تغيير يمكن الناس ما تحبوش، أو هتكلف فلوس هي ما تحبش تصرفها يعني، فيعني ريح نفسك. ده هو بيقول لي يعني. قلت طب ممكن أقابل ميس بولين دي عشان خاطر أقنعها أنا؟ قال لي أوي 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 أوي. قلت له طب هي فين مكتبها؟ صاحبة المدرسة يعني. قال لي مكتبها مش هنا، لان هي ما بتجيش المدرسه اصلا يعني، هي بتيجي من وقت لاخر، فانا احدد لك ميعاد في بيتها. ورحت بيتها فعلا، كان في حدائق القبه، وقعدت معاها، فلما لقيتها مستقبلاني بتقول لي انا كل اذان صاغيه استمع لمقترحاتك يا دكتور عفيفي. قلت لها طيب، ابتديت اشرح بقى 10 دقايق وانا متحمس جدا بقى، وهي ست انجليزيه يعني، فبشرح لها بشرح لها، وهي تهز راسها كده، تهز راسها تهز راسها، وبعدين قالت لي ما معناه يعني، انه الحقيقه يا دكتور انه المقترحات بتاعتك 90% منها رائعه، يعني حاجه تعمل نقله في التعليم فعلا. قلت لها فعلا يعني، عشان كده لازم نختار الناس اللي هينفذوا الكلام ده اختيار جيد. فقالت لي طب ما انا عندي اقتراح احسن من ده. قلت لها ايه الاقتراح ان شاء الله؟ قالت لي ما تروح انت تعمل مدرسه وتعمل فيها تنفذ كل افكارك، وتنفذ كل افكارك، ومحدش هيحوشك ولا انا هحوشك ولا حد هيحوشك، وهيجي لك كل الطلب، هتجي لك انت بقى وتكسب كتير وبتاع. يعني حسيت فيها نوع من الاستخفاف بالراي او بالفكرة. يعني ما توريناش وشك تاني وما تقلبش دماغنا يعني. فبعد نص دقيقة أنا ساعات أبقى رد فعلي فوري والتزم بيه على فكرة، قلت لها طيب أنا بعزمك على افتتاح المدرسة اللي انا هعملها بعد 6 شهور من الان، احنا النهاردة في فبراير هنفتتحها في اغسطس القادم يعني. قالت لي فين؟ قلت لها لسه ما حددتش بقى يعني، لكن هخرج من هنا اشتغل على الشغلات. كنت انا وقتها عميد كلية التجارة، استاذ في جامعة المنوفية يعني. فابتديت اقول لاصحابي تعالوا هنعمل مدرسة وسوي سوي، والحمد لله واتعملت المدرسة. وقلت لهم لو جبنا 100 طالب في اول طلعة هنستمر في المدرسه ان شاء الله وهنبقى ناجحين. جبنا 300 طالب في اول طلعه ومشيت بقى الدنيا يعني. ده اللي خلاني عملت مدرسه ثم مدرسه تانية اكبر ثم. تقولي لي بقى حضرتك الهدف اللي انت عايزه ايه من الناحيه الاخلاقيه؟ يعني بتهتم ازاي بالناحيه الاخلاقيه؟ هقول لحضرتك عند حضرتك. يعني احنا اولا في حاجه اسمها الرساله، يعني ان المدرسه او المؤسسه التعليميه او الجامعه بتاعتنا الرسالة الأصلية بتاعتها إيه؟ الرسالة بتاعتها أصلاً بناء شخصية المواطن بناءً سليماً من الناحية العلمية والناحية الأخلاقية، بحيث يبقى عضو فاعل في المجتمع يعني. ده الهدف الأسمى اللي كلنا لازم نبقى عارفينه، حافظينه وبننفذه وبنترجمه في أعمالنا يعني. فده نحفظه الأول. نمرة 2، سلوكياتنا كلها يجب أن تخدم هذا الهدف يعني. لو أنا بواب على المدرسة يبقى لازم اللبس بتاعي يبقى نظيف ومرتب ومنظم، عشان أنا بأدعو للنظافة، مش كده؟ السلوك نفسه يعبر بالزبط. لو أنا مدرس هخش الحصة حتى في الميعاد المظبوط علشان أعلم للناس انضباط الوقت واحترام الوقت. لو ولي أمر بيشتكي لي من حاجة أستمع إليه بإنصات
وباحترام علشان اعلم الناس كلها فكره انه استمع الى الراي الاخر. معايا حضرتك ازاي؟ فده كله زي ما تقولي فلسفه لينا كلنا بقى في المدرسه. يعني اعتراض حضرتك تحول الى واقع عملي مهم جدا وما ذلك. وانا بدعي، يعني انا مش عايز اقول اسم طبعا مؤسستنا، لكن بدعي ان خريجين بتوعي. لا عادي، ممكن اقولها. حضرتك قلت ان الكفاءه والبحث العلمي معيار جامعه النهضه. الحمد لله الحمد لله. لكن انا عايز اقول كمان نقطه، ان الخريجين بتوعنا ما شاء الله ما شاء الله، يعني بيقابلوني في كل مكان يشرف. يعني اروح ابقى رايح بنك عشان اخد مش عارف ايه، ابص الاقي مدير الفرع ده كان تلميذ عندنا، اروح مش عارف مطار معين في سويسرا الاقي محطه مدير المحطة بتاع شركة مصر الطيران ده كان تلميذ عندنا. أقصد إنهم شخصيات ناجحة يعني، ويمكن ناجحة والمدرسة ناجحة وبنحقق عائد كويس جدا يعني. يعني كل الأطراف مستفيدة، وده شيء كويس جدا. يعني أقصر طريق لإنك تنجح في التعليم وتحقق عائد إنك تقدم خدمة كويسة. وده في كل الأنشطة على فكرة يعني.